السيدات والسادة، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من تلفزيون حضرموت الرسمي من المكلا. تستهل النشرة بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي الزبيدي يدشن عمل اللجنة العسكرية العليا. افتتاح مركز المهارات السريرية في كلية الطب جامعة عدن. ميليشيا الحوثي ترتكب 115 خرقا للهدنة الأممية خلال يومين. استشارية حضرموت تطلع على نشاط صندوق حضرموت الخيري والسبل المتخذة لديمومته وتنمية موارده. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. دشن عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيدروس الزبيدي في العاصمة المؤقتة عدن عمل اللجنة العسكرية والأمنية العليا، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في إنجاز اللجان المتخصصة وتشكيلها، وأشار إلى أن هنالك آمالا كبيرة معقودة على هذه اللجنة والفرق التابعة لها لحلحلة العديد من القضايا الشائكة في الجانب العسكري. وشدد اللواء الزبيدي على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز حالة الانضباط والالتزام خلال المرحلة القادمة. وأشاد رئيس اللجنة العسكرية العليا اللواء هيثم طاهر بالدعم اللامحدود الذي قدمه مجلس القيادة الرئاسي ونوابه لقيادة اللجنة لتدشين عملها في وقت قياسي، مستعرضا خلال التدشين الذي حضره العميد حسين الهيال مقرر اللجنة أسماء أعضاء اللجان والفرق المتخصصة في المجالات العسكرية المختلفة، لافتا إلى أن هناك لجنة تحضيرية ستتولى مهمة تحديد اللجان والفرق المتخصصة ومهامها وبرامجها وخططها، وستعمل على توفير المعلومات والوثائق المطلوبة لبدء عملها على الأرض. وأكد اللواء هيثم قاسم أن قيادة اللجنة تدرك أن أمامها مهمة استثنائية وستعمل على توفير المناخ الملائم لكل الفرق واللجان والتعاطي معها بشكل إيجابي بما يضمن إنجاز خططها ومهامها وبرامجها على أكمل وجه. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي الحكومة بسرعة إنجاز مصفوفة المشاريع المتعلقة بالاحتياجات والأولويات العاجلة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة لاستيعاب التعهدات المقدمة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال ترأسه اجتماعاً ضم رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ووزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس على ضرورة إعادة مصفوفة المشاريع وفقا للأولويات العاجلة لتنمية عدن واستعادة الخدمات الأساسية التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر وتحقيق الأمن الغذائي وتنمية سبل المعيشة والتعافي الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار. وطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع من رئيس الحكومة على الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة تأهيل البنية التحتية في عدن وخطتها للبدء في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مجال توليد الطاقة بالغاز وتأهيل وصيانة الطرق. كما اطلع اللواء الزبيدي كذلك على الإجراءات التي أنجزتها الحكومة لاستيعاب الدعم المقدم من الأشقاء عبر صندوق النقد العربي، مشددا على سرعة استكمالها لما لها من أهمية في استقرار قيمة العملة المحلية وخلق الانتعاش الاقتصادي. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان العرادة الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب بسرعة استكمال التحقيقات في حادثة اغتيال الشهيد الدكتور عبد الرزاق البقمة مساء أمس الجمعة بمديرية مأرب الوادي. وأجرى اللواء العرادة اتصالا هاتفيا بأسرة الشهيد البقمة عزاهم خلاله بالمصاب الأليم، معدا رحيل الشهيد خسارة كبيرة للوطن ولمأرب ومقاومتها ووجهائها من المصلحين والدعاة،
وكان له دور فعال في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ البداية. وأكد النائب العرادة أن الإرهاب ومموليه ومنفذيه ستطالهم يد العدالة ولن يفلتوا من العقاب. بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برقية تهنئة إلى حمزة عبدو بري بمناسبة تعيينه ونيله الثقة رئيسا لوزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة. وعبر الدكتور معين عبد الملك عن تهانيه لنظيره الصومالي بنيله الثقة لقيادة الحكومة الجديدة وتمنياته له بالتوفيق والنجاح لجمهورية الصومال وشعبها الأمن والاستقرار ومزيد من التطور والازدهار، منوها بعمق العلاقات الأخوية ومتانتها بين اليمن والصومال والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. نعت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة إلى منتسبي القطاع الإعلامي كافة الأستاذ القدير والإعلامي المبدع محسن يسلم اليماني، أحد كبار مخرجي تلفزيون عدن وأحد أبرز الشخصيات الإعلامية في اليمن الذي وافاه الأجل بعد صراع مرير مع المرض. وقالت الوزارة في بيان النعي: إننا نعبر عن حزننا وأسفنا الشديد لرحيل هذه القامة الكبيرة والإعلامي المخضرم الذي تتتلمذ على يديه الكثير من الإعلاميين، وكان من القامات الثقافية والإعلامية ومن الشخصيات الوطنية المرموقة والمبدعين الكبار، وقد أثبت ذلك في مدة عمله في تلفزيون عدن حين شهد العمل البرامجي والتلفزيوني تطورا كبيرا، وكان للمخرج محسن يسلم بصمات واضحة في هذا التطور ما عاد لبرامج تلفزيون عدن ألقها الإبداعي. وأكد أيضا البيان أن الرحيل الأستاذ محسن يسلم سيترك فراغا كبيرا حيث ستفتقد الساحة إحدى القامات الثقافية والإعلامية والصحفية ممن يحظون بالاحترام والتقدير لما عرف عنهم من الأخلاق والتواضع والتعامل الراقي رغم ما قدمه من أعمال كبيرة خدمة للثقافة والإعلام والصحافة المرئية والمسموعة التي جعلته من ألمع الأسماء الإعلامية التي خدمت الوطن. افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر الأصور بكلية الطب والعلوم الصحية بالعاصمة المؤقتة عدن مركز المهارات السريرية والممول من البنك الإسلامي للتنمية عبر منظمة الصحة العالمية. وقدم مدير المركز الدكتور أحمد مكي شرحا عن المركز وتكويناته وتجهيزاته الفنية والطبية والغاية من إنشائه في تعزيز الخبرات والمهارات لدى الكوادر الصحية بمختلف مستوياتها، مشيرا إلى أن المركز يحتوي على 120 موديل مجهز بنظام محاكاة يعمل على عرض الحالات المرضية والتدريب على كيفية التشخيص والعلاج ويستوعب 60 متدربا، ووزعت قطاعاته الثلاثة للتدريب على الحالات الحرجة والإنعاش والنساء والولادة والأطفال، مما يعرض النشاط التدريبي فيه عبر دائرة تلفزيونية يستفيد منها أعداد كبيرة من الطلاب. وأكد وزير الصحة على الشراكة القوية والفاعلة بين الوزارة وجامعة عدن باعتبارها الرافد الأساسي للقطاع الصحي بالكوادر المؤهلة التي تحتاجها الوزارة في عملية إعادة التأهيل للقطاع الصحي. ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اليومين الماضيين 115 خرقا للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب في ظل التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار الشامل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية. وتوزعت الخروقات الحوثية بين 41 خرقا في محور حيس جنوب الحديدة، 37 في جبهات محور تعز، و28 في محور البرح غرب تعز، و18 جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، وكذا 16 في محافظة حجة، و2 في جبهات الجوف، وخرقا بمحور الضالع. وتنوعت بقية الخروقات الحوثية
بين إطلاق نار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد 2 من أبطال الجيش وإصابة 7 آخرين. وواصلت الميليشيات نشر طائرات استطلاعية مسيرة واستحداث التحصينات واستخدام التعزيزات البشرية والعتاد القتالي، بينها دبابات إلى مختلف الجبهات وفي مقدمتها جبهات غرب مأرب وبعض جبهات محور تعز. ويوم أمس الجمعة أفشلت قوات الجيش محاولة توغل مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية شمال غرب مأرب وأجبرتها على التراجع. قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منحة بقيمة 2.5 مليون دولار عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقديم خدمات الصحة الإنجابية خلال الأشهر الستة القادمة لنحو 350,000 من النساء والفتيات الأشد ضعفا في اليمن. وقال بيان صحفي صادر عن الصندوق الأممي للسكان أن هذه المنحة ستسهم في زيادة وصول النساء والفتيات لخدمات الرعاية الصحية الإنجابية من خلال دعم 15 مرفقا صحيا و50 قابلة في المحافظات الواقعة جنوب البلاد. كما ستسهم هذه المنحة بحصول النساء الحوامل على ولادات آمنة ومعالجة أي مضاعفات متعلقة بالصحة الإنجابية كناسور الولادة. أكدت دولة الكويت التزامها القوي بمواصلة تقديم الدعم والمساعدة لبلادنا جراء تدهور الأوضاع الإنسانية في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العالم. وجدد القائم بأعمال نائب مدير إدارة العمليات لشؤون الدول العربية بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية غازي المطوع خلال الاجتماع الإنساني الرابع لكبار المسؤولين بشأن اليمن الذي عقد الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسل بدعوة من الاتحاد الأوروبي والسويد. جدد مواصلة الصندوق الوفاء بالتزاماته تجاه مختلف المشاريع. وقال وفقا لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن الدعم المتسق والمستمر مهمة لن نتخلى عنها، مشيرا إلى توقيع الصندوق الكويتي خلال المدة الأخيرة 5 اتفاقيات لمشروعات مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة. اطلعت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت على نشاط صندوق حضرموت الخيري وأبرز الصعوبات التي تواجه عمل الصندوق، وذلك في اللقاء الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة محمد الحامد مع المدير التنفيذي لصندوق حضرموت الخيري سالم براس. واستعرض المدير التنفيذي براس سير عمل الصندوق والمبالغ المفصلة لمدخلات الصندوق ومخرجاته، طريقة توزيعها للمستهدفين وفق نسبة وتناسب عدد السكان في المحافظة، وكذا مناقشة مصادر التمويل والصعوبات التي تواجههم في تحصيل الموارد. وتطرق أعضاء اللجنة الاستشارية إلى إمكان تعزيز دور الصندوق وإيجاد حلول تساعد في ديمومته واستمرارية عمله وتوفر مصادر دخل مستدامة. وطرح الحضور مقترحات لتطوير عمل الصندوق وضمان وصول المبالغ للمستفيدين في القرى البعيدة ومتناولين الصعوبات القانونية في مصادر التمويل. قام البروفيسور عامر سالمين بالعفير استشاري أمراض النساء والولادة وأمراض العقم والمناظير الجراحية بنزول ميداني مجاني إلى ريدة الجهيين في مديرية غيل بنيومين لمعاينة وكشف الحالات المرضية في المنطقة. ويأتي هذا النزول تلبية لدعوة مدير مكتب الصحة بمديرية غيل بنيومين يزيد الصدفي الذي أطلع البروفيسور بالعفير على وضع المنطقة صحيا وعدم قدرة الكثير من الأسر القدوم للمكلة للعلاج بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وباشر البروفيسور بالعفير تقديم خدماته للمرضى القادمين من ريدة الجهيين ورسب وراس حويري والمناطق المجاورة الذين وجدهم يكتضون في ممرات مجمع السناء الطبي بريدة الجهيين. وامتلأت غرفة الانتظار الخاصة بالنساء وكراسي انتظار الرجال بالوافدين، واستطاع الكشف عن نحو 108 من الحالات المرضية. وعبر المدير العام لمديرية غيل بنيومين صالح مول الدويلة عن شكره وتقديره للبروفيسور بالعفير على زيارته الكريمة التي أسهمت في التخفيف عن المرضى من أهالي المديرية
آملاً استمرار مثل هذه النزولات الميدانية. تسود مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة رطبة إلى غائمة جزئياً على فترات، ورياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ودرجات الحرارة حارة نهاراً إلى معتدلة ليلاً. وفي أرياف الساحل والهضبات الجنوبية أجواء صحوة إلى مغبرة نسبياً، ورياح هادئة إلى معتدلة السرعة، درجات الحرارة حارة نهاراً إلى معتدلة ليلاً. فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة مع انتشار سحب مرتفعة تتخللها سحب رعدية على رؤوس الأودية، ورياح معتدلة إلى نشطة السرعة على فترات، ودرجات الحرارة شديدة الحرارة نهاراً إلى معتدلة نسبياً ليلاً. والآن أيها السيدات والسادة إلى حالة الطقس. السيدات والسادة، نهاية النشرة. أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة الرئاسية الزبيدي يدشن عمل اللجنة العسكرية العليا. افتتاح مركز المهارات السريرية في كلية الطب جامعة عدن. ميليشيا الحوثي ترتكب 115 خرقا للهدنة الأممية خلال يومين. استشارية حضرموت تطلع على نشاط صندوق حضرموت الخيري والسبل المتخذة لديمومته وتنمية موارده. ولمتابعة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة مواقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. قدمنا لكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا على حسن إصغائكم ومتابعتكم. دمتم في أمان الله.